بالمالتيبل ستاك نلاحظ المشين ما متكونه من ستاك واحده مثل الحاله السابقه، وانما مجموعه من الستاك اقل عدد من عندهم ثلاثه فما فوق حتى نحصل على كنترول باي دايركشنال كنترول. تعرف هذا الملف A والملف B والملف C مربوطات سوا، وهنا هذا الستاك للروتر A، الستاك B والستاك C للروتر. هنا نمبر اوف تيث للستيتر والروتر مساوي، ماكو عندنا بعد ان ار وان اس، وانما نسمي عدد الاسنان هو تي. الروتر بيرفكتلي الاين، يعني هذه الاسنان مع هذه الاسنان مع هذه الاسنان، اذا باوعدها من هذا الاتجاه، خليني اشرب ايدي، اذا باوعدها من هذا الاتجاه اباوعد احد الاسنان من هذا الاتجاه، راح الاحظ منطبق مع هذا السن ومنطبق مع هذا السن، فالاسنان بيرفكتلي الاين، يعني من اباوعها منا اشوف مقطع واحد كلهم متطابقه، بينما اسنان الاستيتر هنا ما متطابقات. هذه الاسنان تزحف مسوينها شيفت عن هذه الاسنان بمقدار ثلث خطوه السن، وهذه الاسنان عن هذه الاسنان بمقدار ثلث خطوه السن. ليش ثلث؟ ثلث لانه عدد الفيزات هو يساوي ثلاثه. لو كان عدد الفيزات اربعه شو يصير المسافه بيناتهم؟ ربع. بصوره عامه هي واحد على ان، الان هنا يمثل نمبر اوف فيزز، هذا الفيز عن هذا الفيز واحد على ان، هذا واحد على ان، وهكذا بالنسبه الى باقي الستار. نشوف مبدا العمل. هذه اسنان روتر الستاك اي، الستاك بي، الستاك سي. شوف الاسنان مال الروتر باحة مطابقه تماما، بس اسنان الستيتر، هذه اسنان الستيتر الستاك اي، وهذا الستاك بي، وهذا الستاك سي. شوف هذا السن، هاي الاسنان الستيتر، احنا نحكي على الستيتر. شوف هذا السن زاحف عن هذا السن بمقدار ايش قد؟ ثلث خطوة السن، وهذا السن زاحف عن هذا بمقدار ما متطابقات، واضح هذا السن وهذا وهذا ما متطابقات. أو نشوف البداية بح ما متطابقات، واحد عن هذا الستاك، هذا الستاك عن هذا ثلث، وهذا عن هذا ثلث خطوة السن، لأن قلنا هنا عدد الفيزات يساوي ثلاثة. شو راح يشتغل؟ طبعا إذا أعطينا الاكزايتيشن هسه موجوده بفيز اي، تلاحظ الاسنان منطابقه تماما، اسنان الروتر الاكزايتيشن موجود على فيز اي، الاسنان منطابقه تماما تنطبق وحده، الاسنان الروستيتر والاسنان الروتر يصير بينهم تجاذب تنطبق واحد على الثاني. اذا شلنا الاكزايتيشن من فيز اي انطيناها الى فيز بي، شفنا اكو فيز شيفت، باحث قد مقداره هذا السن عن هذا السن ثلث، او هذا سنه، شوف صار بيناتهم مسافه اللي هو ثلث خطوه السن، فراح يصير هنا تجاذب بيناتهم بين هذا وهذا، وين يتحرك؟ طبعا ايضا تجاذب بين هذا السن وهذا السن، بس يا هو الاقرب، هذا السن هذا الاسنان اقرب، فالقوه التجاذب بهذا الاتجاه اكبر، فراح يتحرك الروتر بهذا الاتجاه الى انه ينطبق هذا السنتر مع هذا السنتر، فنحصل على الروتيشن بهذا الاتجاه. اما هذا الاكزايتيشن من فيز اي انطيناها الى فيز سي، بتلاحظ هنا راح يصير فورس اوف اتراكشن بين هذا السن وهذا السن، ونفس الشيء بين هذا السن وهذا السن، بس هذه المسافه كبيره وهي قليله، فالفورس اوف اتراكشن هنا اعلى، فراح يتحرك وين؟ بعكس الاتجاه. مقدار الحركه هي اللي هي ثلث خطوه السن. ولهذا عدد هنا لازم يكون ثلاثة فما فوق حتى نحصل على باي دايركشنال كنترول. الحركة هنا الستيب انجل مقدارها هي ثلث خطوة السن، بصورة عامة هي واحد على ان من خطوة السن إذا كان عدد الأسنان يساوي ان. ان جنرال عدد الأسنان هو ان، فراح يكون عدد الفيزات، قصدي عدد الفيزات ان، فراح يكون واحد على ان من التوث بيتش. التي هنا السب انجل شلون نحسبها؟ من هذه المعادلات. يعني التي هو نمبر اوف تيث، سواء الستيتر او روتر نفس الشيء. والان هو نمبر اوف فيزز، والان كابيتال ان شو يسوي؟ يساوي نمبر اوف ستيبس لكل ريفولوشن. عدد الستيبس عدد الخطوات لدوره واحده.
360 نقسمه على عدد الدورات راح يعطينا قيمة الستيب انجل. يعني إذا مثال هنا، إذا عندي 3 فيز فاريبل ريلكتنس ستيبل موتور مالتي ستاك ونمبر اوف تيث 12، طبعا مين يعطيني موتر بهذا الشكل؟ أنا مباشرة أقدر أعرف هل هو سنجل ستاك أو مالتي ستاك. ليش؟ من يعطيني عدد أسنان الروتر أو الستيتر 12 عدد الأسنان متساوي، من عندها مباشرة أعرف هو مالتيبل ستاك، لأن بالسنجل ستاك عدد أسنان الستيتر لا يساوي عدد أسنان الروتر. فعندنا هنا راح أقدر أطلع له الآر شو يساوي؟ 360 درجة على ايش قد؟ تي 12 نعطينا عدد الأسنان والآن ثلاثة، فهنا ايش قد تطلع الستيب انجل؟ قيمتها ايش قد؟ 10 درجة. يعني هذا الموتر بهذا الشكل الستيب مالته 10 درجة. هنا هذا الموتر ممكن أحركه إلى الأعلى إلى الأعلى، ممكن أحركه بالاتجاهين، ممكن أحركه بسرعة مستمرة. يعني هنا هو الاكزايتيشن موجودة لفيز A، شلناها اعطيناها لفيز B راح يتحرك بهالاتجاه، شلناها اعطيناها لفيز C راح يتحرك بهالاتجاه، يتحرك ستيب باي ستيب. إذا زيدنا الفريكونسي راح تزيد سرعة الحركة إلى أنه بعدين نوصل إلى سرعة ثابتة. سرعة ثابتة هذه، يعني هنا ممكن نشوف المعادلة، هذه المعادلة بالسايكل الوحدة، سايكل وحدة اوف اكزايتيشن. هنا شو المقصود وان سايكل اوف اكزايتيشن؟ يعني كل الفيزات راح نعطيهم نبضات. إذا كان ثلاث فيزات A طيته نبضة و B طيته نبضة و C طيته نبضة، وإذا N معناه عدد الستبس راح نعطيها N. الستب الوحدة ايش قد زاويتها؟ اللي هي 360 على TN. هذه راح يعطيني طبعا ال N هنا تختصر، هذه يعطيني مقدار الحركة كم ديجري تحرك خلال one cycle of excitation. وإذا أريد مو one cycle frequency طبعا بالسكند بالسكند بوان سكند بوان سكند كم سايكل اوف اكزايتيشن هو الاف الفريكونسي، فاضربها في الاف، هذا اعطاني مقدار الحركه بثانيه واحده بالدجري، اقسم على 360 درجه اعطاني اياها بالريفولوشن، اضربها في 60 حتى احصلها بالمنت، فالسبيد هنا هي 60 اف على تي. هذه سرعه دوران الموتر عندما اريد يتحرك بصوره مستمره. يعني لو كانت الفريكونسي ثابته، خلينا نقول الفريكونسي مثلا 10، زيدتها شويه شويه واخر شيء ثبتتها 10، 600 هنا يصير، والتي ايش قد؟ 12، ايش قد تطلع السرعه؟ سرعه دوران هذا الموتر هي 500 ريفولوشن بير منت، 50 دوره بالدقيقه، وهذه سرعه ثابته سينكرونس سبيد. ايضا يعتمد عمل هنا على الفاريبل ريلكتنس. هذا بالنسبة إلى الـ Multiple Stack Variable Rectance Stepper Motor.